عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. المهم رجعت لكم لا فيديو ديال اليوم. لا فيديو ديال اليوم غيكون شويه مختلف حيت ديما كنبان لكم خارجه وديكشي، ولكن اليوم غاد فضلت اني نعمل فيديو بيتوتي بحال هيدا. واليوم الاحد وغندوزو معايا نهاري ديال الاحد، ماشي كاع الاحادات الاحودات، المهم عرفت الجمع ديال الاحد كيدوز بحال هيدا، ولكن كل مره شنو كنعمل، ولكن اليوم غادي ندوزو معايا بهذه الطريقه. ديجا انا كندوز 16 فيا ديك الساعه نهضر لكم ابخي على هادشي. هذا كنكون سيمانه كامله مشغوله، يعني عندي السبت والحد راحه، فكنبغي هكذا نرتاح وديكشي، ففاش كنبقى نخرج صراحه كنعيا. المهم ان شاء الله فيديوز اخرين غادي نخرجوا وديكشي، ولكن اليوم التيتغ غيكون دوزوا معايا الاحد داكشي في الدار. انا غنخرج ولكن باش نسخر وصافي. اول حاجه غادي نبارطاجي معكم سكين كير روتين ديالي، سكين كير روتين، وغادي شريت الغسول جديد، فاليوم اول تجربه ليا ليه. يا ربي صدق يا ربي يا ربي. المهم غادي نوريه لكم، اسمو بيو ديرما، هو وهذا بديل ديال سيغاف. اوكي وغادي نوريكم الحاجات اللي كنعمل في الروتين، في سكين كير روتين ديالي. المهم شوفوا راه هادي تسالاو الحجر ولا ما نعرف مالها تخسرت وقيله. غادي نعمل هاد الفكره هادي شفتها في تيك توك وغنشوف واش غتصدق لنا ولا لا. المهم انا هنا كنحرك من هنا كنغدى ان شاء الله. ماشي غتقدروا معايا ماشي. المهم شوفوا انا اوكي جايز، من بعد ما وجدت معكم ايس كافي، عارفه بلي المود ديال البرد وفراسكم في طنجة عندنا المود ديال البرد، ما كنقدروش هيدا كنتجمدوا، وانا في الصيفيه ما كنعملش ايس كافي، كنتسنى حتى كتجي الشتا عاد كنعملها، وما عارفين هادشي هذا. دابا شويه غادي نمشي وغادي نتسخروا. اوكي انا سيمانه كامله كما قلت لكم كندوز 16، فضروري كنحتاج اني ندي معايا الغداء ديالي، فشحال من مره كنسى ما كنوجد شي وكنقول شنو غنوجد وكنزرب وديك الشيء وكنعاني، فقررت هاد المره نمشي نتسخر. عارفه بلي هاد السخره هادي ما تبقاليش حتى سيمانه مكموله، ولكن المهم غادي نحاول نجيب داكشي اللي غادي نحتاجه، غادي نحاول نبقى نختار على غوسيط راسي وصافي. هادشي هذا انا غادي ندوقه معكم حيت صراحه اول مره زعما نعملو بهذه الطريقه اللي عملتها اليوم. غادي نشوف، او صراحه لذيذه كتشبع لواحد الحاجه انا مبقيتش كنحملها. دابا بلا ما نزيد نطول عليكم غادي نمشيو نتسخروا ونجي صافي. دابا بما انه انا غنمشي غير نتسخر فغنعمل ميكاب ديالي اللي كنعملو دائما، خدمه في الشغل في ستاج في القرايه في اي حاجه، المهم ما كنكثرش بيان سور ماكياج بلا ما نكثر عليكم. دابا اول حاجه طبعا نبداوها، انا ما كنعملش فندوطه كوم في سكين كير روتين ديالي، دابا عملت كريمه ثقيله نعمل معكم ميكاب ديالي، في نفس الوقت انا عندكم واحد ستوري تايم ديالي خفيفه ظريفه صراحه كنت مأساه. اوكي بما انه انا ما كنعملش فندوطه فكنعمل كونسيلر، صراحه الكونسيلر عجبني بزاف جابتو لي اختي وصراحه عجبني. ديجا عندي واحد اخر بلاتي ديجا عندي هذا توجبت لي اختي الله يذكرها بخير، المهم اختي راه المموله ديالي، فيا جاب لي هذا وصراحه وجاب لي هذا، فهذا كنستعملو بزاف كل نهار صراحه كيعجبني، كنحس به كيخفي لي زعما هاد البلاصه هادي كيبيطها، المهم كيجيني على اللون البشره ديالي. حتى هذا واعر ولكن هذا كنستعملو مع الميكاب هيدا اللي كيكون ثقيل وديكشي فهمتوني. اول حاجه كنعملها هي كنعدل حجباني، فيا دابا غادي نعدل حجباني في المرايه وديك الساعه نوريكم. تلاحظوا ما كاين حتى شي فرق، حتى كنعمل كونسيلور ديك الشيء عاد كيبانوا، وما اصلا ما كنحمش نطراسيهم بزاف ويبان داكشي معايق فهمتوا.
ودابا غادي نعمل كونسيلر. المهم خوتي وقعت لي اكبر شمس عشية في العالم كنت حابه كنصور، وديجا عملت كونسيلر وديك الشيء، فيا انا ما كنتش كنصور. المهم انا ديجا عملت كونسيلر هنايا وعاودت حجباني شويه من هنا، وكنت كنعاود لكم واحد ليستوار. اوكي واحد ستوري تايم وقعت لي، وزعما واخا الشعه وكنعاود وديك الشيء، ولكن صدق اصلا انا كاع ماشي على الكاميرا، وغاوت واحد لاوت ماما تخلعت وجات عندي وقالت لي شنو كاين، قلت لها لا 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 هذا غير فيديو ما تصورش، قالت لي اه زادت تعصبت. اوكي غنعاود لكم هذيك ستوري والله تاني نعاود لكم، انا نعاود لكم. المهم بغيت نقول لكم بلي واحد المره كنت ماشيه هذه جوج سيمانات هادشي باش وقع. المهم كنت ماشيه مع عليا مبيان، زدت من الطاكسي، دابا الطاكسي كينزلني في واحد البلاصه، انا كنقطع واحد الشارع عاد كنوصل للشركه فين انا. فيا يلا كنت ماشيه حتك حتك ماشيه عندك بلاصه شويه، انا من البلاش المهم حيدت له هادي تهرست لي ما عرفتي فين هي، هو ايسونس ايسونس نسيت. المهم ايوا كنت غادا مع عليا مبيا، با يلا باغا نقطع، انا مولفه كنقطع في ممر الراجلين حيت انا عارفه بلي اذا ما قطعتي في ممر الراجلين ما ردورت شي هيدا وهيدا الله يحفظ تقدر توقع لي شي حاجه، سورتو انه في ديك الشارع فين كاينه راه والله كاين بزاف ديال الطوموبيلات وبزاف ديال المهم كيجيو كي جميع الجهات، واكتشفت بلي هذاك اكثر شارع كيوقعوا فيه لي زاكسيدون والله اكتشفتها. شمع عليا ما بيا هكذا كنقطع كالعاده ديالي، الطوموبيلات اللي ماجين اصلا كانوا بعادين عليا، فانا يلا كنقطع كنجبر واحد الحاجه ما جات دخلت فيا طاق، كنقول وات شنو واقع ما عرفاش ما مستوعباشي. المهم جبرت كاريت بيدي في حال هيدا، انا سبايدر مان فهمتو باش فهمتو باش ديك الطوموبيله تو اي كنضحك. المهم يلا كاريت بيدي في حال هكذا كنقول، وهي توقف ديك الطوموبيله وقفت، وللاسف الشديد كانت مرا مرا اللي كانت سايقه ماشي راجل، كاين هادشي ما كيمنعش بلي انا ما ناخذش بيرمي ولا اي مرا عادي والله. يلا شفت بلاكه وانا كنجبر بلاكه ديال فرنسا، زدت صدمت انا. المهم بقات كتقول لي اسمح لي وشنو وقع لك وانا ما شفتك شي، وكانت قايله وفعلا او ضايله كانت قايله، كانت واحد قايله في الشكل بحال شي غروب وصافي، وهي بقات كتقول لي اسمح لي وديك الشيء. تخلعت وكلت واحد الخلعه كبيره، وجاو الناس بقاو كيقولوا لي واش نعيطوا لومبيلون شنو وقع لك وديك الشيء، تخيلوا معايا كوزات غير شويه كل رجلي الله يحفظ تهرسوا بجوج الله يحفظ حيت انا جوج ركابي هيدا ملصقين في الطموب، فقلت لهم نونو انا مزيانه الحمد لله ما وقع لي والو، يدي شبره هيدا صافي. مشيت للشركه جلست فوق بيرو بحال هيدا، عاد استوعبت والله تعاد استوعبت بلي ضربتني الطوموبيل، وبحال بغيت نبكي وجاتني بحال شي صدمه في قلبي والله، كي بقيت كنقول الحمد لله الحمد لله ما وقع لي والو، زعما دازت بسلام وامان، وثقت زعما وقلت بلي يمكن كانت توقع لي شي حاجه ما اكثر من هذا الشيء، وربي زعما ربي عملاني في هادي باش الحمد لله ما وقعت لي شي، حيت صراحه كنت كنشوف واحد خانه كنتابعني هذه واحد قصه اخرى والله، دورت كنجبر واحد خينا كيشوف فيا وتابعني وخلعني والله تخلعني، ويلا انا باغا نقطع زعما كنشوف هيدا وهيدا وهي توقع لي هيداك، والحمد لله يقدر يكون باغي كان باغي يعملني شي حاجه يسرقني ولا شي حاجه، ودازت فحال هيدا بردو شويه راه شحفنا وصافي. هذا ما كان ديال القصه ديالي، بغيت نقول لكم زعما نسيت ما عملتش العكر وقيلا ما نعملوش. المهم ونسيت ما عملتي واحد حاجه اخرى، بغيت غير نقول لكم بلي خصكم تردوا بالكم مزيان فاش تكونوا كتقطعوا، حيت الطوموبيلات والله ما كيحترموا لا ممر الراجلين لا ممر الطوموبيلات، ماشي كلشي ولكن اغلب الطوموبيلات فهمتوا كيبغيو سورتو كيكون الصباح وكيكون كلشي شي مدرسه شي خدام شي، فكيبغيو يمشيو للخدمه وديكشي وكيتعطلوا. هيدا كنعمل انا الشفرين ديالي ما كنعملهمش نهائيا ريسي نهائيا، حتى كنصور مثلا معكم فيديو ولا كنكون خارجه ولا شي خارجه مهمه عاد كنعمل ريسي، فيا بحال هكذا وحجباني غادي نمشطهم شويه، هذا احسن عكار ما كيكو احسن عكار وصافي وعيني تقاضى. اهم خطوه في حياتي انا هي نعدل هيدا صافي، هكذا كنكونوا سالينا هكذا كنمشي انا، ما كنزيد حتى شي حاجه اخرى من هادشي هذا اللي كنعمل دابا نهائيا. هلو جايز دابا جيت من بعد ما تسخرت، المهم غادي نوريكم شنو تسخرت من بيب، وكاين واحد الحاجه ما جبتهاش من بيب. المهم
دابا غادي نوريكم داكشي اللي جبت. دابا هادشي هذا اللي جبت غادي زعما السخره ديال سيمانه ولا ما نعرف شحال ديال السيمانات. المهم هذه جبت مخبزه ولكن خشيتها هنايا حيت دوست من تما ديريكت فهمتوا. المهم بلا ما نشرح لكم الطوست. الطوست كنستعمله بزاف في حياتي فعليها جبتها وما عرفتش دابا فيها بقا نفس السخره. ستار صوص الجيريان حيت كنعمل طاكوس وديكشي. وعلى ديك الطاكوس جبت الخبز ديالو، جبت الخبز ديال الطاكوس ها هو. هادشي هذا كامل كنعملو زعما في الغدا ديالي وغنحاول نبقى نعمل دي روسيت هيدا وديكشي باش ما بقاش حتى اخر لحظه نبقى نجري نجري. اوكي جبت هذا جبن مربع وجبت موتزاريلا اوكي لا قبل بيتزا وديكشي. المهم كاين شي وصفات صراحه كنحتاجو فيهم موتزاريلا. تون ايزابيل المساند الرسمي كيحمقني صراحه كنعمل به الشطاطه الى اخره. وجبت سباكيتي هادو غنعملوهم اليوم حتى في الوصفه اللي غادي نعملو. جبت لادان فيمي وهادو النقانق كلهم كيعجبني صراحه بيتزا ديال هذا. وهادو غادي نعملهم في طوست وديكشي. هادو عارفه ما يقدوني حتى يومين ولا 3 ايام حيت انا كنعمل بزاف ديال لي سالاد عليها. جبت هادو جوجه شامبينيون هي هادي حتى هي جبتها. المهم كنحتاجوها صوره هادشي اللي كاين. المهم هادشي اللي حاولت نجيب حيت هادشي اللي بقيت عاقله عليه. دابا غادي نمشي غادي نعمل الزيت لشعري باش حيت خصني ندوش. كنت باغا نعمل الزيت ديال تساقط الشعر ديك الساعه نبارطاجيها معاكم ولكن المهم هذيك الزيت اللي كنعمل فيها كلشي يعني داخلين فيها جميع الزيوت وقيله كنت قلت لكم. ولكن حيت دابا راه مشى الحال وخصني على ما ندوش خصها على الاقل تبقى لي 5 ساعات في شعري وعاد ندوش وعاد نمشي نعدل شعري فيا ما بقاليش الوقت. دابا راه مشى الوقت بزاف. المهم جايز دابا غادي نمشط شعري مزيان قبل ما ندخل ندوش وغادي نعمل واحد الزيت وغادي نعمل واحد الماسك كنخليه واحد 5 دقائق حيت انا قلت لكم ما عنديش الوقت. المهم كنحطو في هاد القرعه حطيت غير شويه حيت اصلا هاد القرعه ما خصنيش نبقى نحط فيها زعما بزاف. السنينات هادو مهمين بزاف حيت هما اللي كيخرجوا لنا وهم هيدا كيدخلوا كنحس به كيدخل لي ما بين الجذور بحال هيدا شويه في يدي باش ندهنوا في الاطراف فهمتوني حيت اهم حاجه هو دهن الزيت من هنا في الاطراف باش هكذا كيساعد الشعر ديالك باش يطوال. غادي نعمل مساج لشعري وصراحه هذه اهم خطوه خصكم تبقاو تعملوها. الدائره الدمويه كيبقاو يتحركوا في شعرك وهكذا كتساعد شعرك على انه يكبر وكتكبر لك الخلفه سورتو اذا بقيتو كتعملوها هنايا. المهم انا رجعت لكم دابا غادي نعملو ماسك. هذا الماسك هذا صراحه واعر بزاف سورتو انه انا فاش كنعملو وكنمشي ندوش شعري كيرطاب فهمتوا يعني كيعاون بزاف الخادو ديال الافوكادو هيدا. وغادي ندهنو شعري كامل بحال الطريقه هادي. غادي نخلي واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وعادي ندوش صافي. المهم انا جمعت شعري بالطريقه المضحكه ولكن ماشي مشكل عادي جدا. هذا بلسم قرب يتقاد لي وصل حد هنا. وهذا الشامبوان انا ديما كنشري هذا وبعض المرات كنشري هذاك نفس الخادو ديال افوكادو ولكن واحد الشكاره كتجي فحال هكا كبيره واقتصادي اكثر يعني. فدابا غنمشي وغندوشو غنعمل الشامبوان هذا وغادي نعمل بلسم مورا هذا. المهم انا زدت عليها صوليت حيت صراحه صوليت كتحل الماكله فهي هادشي علاش عملتها مع شحرت البصله وشحرت انيت فهاديك المرقه اللي شحرت فيها الدجاج. ودابا غادي نحركو مزيان وغادي نزيدو الشامبينيون اوكي. ودابا غنزيدو الشامبينيون بالطريقه هادي. دابا كنحركو هادشي هذا مزيان الشامبينيون والبصله وشنو منا اخر صوليت كنبقاو نحركو مزيان. وديجا عندنا هنايا سباكيتي كنخدمو
يا غادي نخليوها طيب وبعد غادي نكسر تشوفوا شنو خوتي. شوفوا هادشي هذا جاري به العادة، انا وحنا كنا كنقولوا بلي حنا واعرين في الطياب وداك الشيء. الضغط ضغطت حالا عينتني حتى انا صراحه كنفهم من هادشي هذا. ولكن فريمون هادشي كيشاهي شوك كذب. حنا مشينا عوره بلاك نشوف والو. واش انا عوره؟ صافي غايز المهم انا رجعت لكم بعد ما مشيت دوس، اصلا رجعت لكم حتى فاش كنت كنطيب وديك الشيء. المهم انا طيبت لي بات بشامبينيو او بولي. اوكي قبل ما تعلقوا لانه انا مسكسه وديك الشيء، راه ما مشيت حتى شي بلاصه غير كنت كنصور تيك توك وصافي. دابا غادي ناكلو، ولكن قبل ما ناكلو غادي نجمع شعري، هذيك الساعه غادي ندوقوا هذا الشيء هذا. اوكي ودابا بسم الله غادي نبدا وغادي ندوقوا هذا العجب هذا. يا ربي تسمح لي، استغفر الله يا ربي. بسم الله بيان سور عملتها فيروس، فغتطلع لذيذه 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 بزاف. ولكن خصنا بيان سور عبد الله اجي اجي وقتي هاتي هنا شنو تحط التقييم ديالك بعدا قول هاي الكاميرا هاي. والله توحشكم بزاف وقال لي مكراش يولي بان معايا في بلاش اليوتيوب حيت لا ما قلتها لكش. القيم ديالي هو 19 الصراحه الصراحه. المهم صافي هادشي اللي كاين اخوتي، كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو، استمتعتوا في لا فيديو. الا بغيتوا عبد الله يرجع معايا ونعملوا شي مفاجات وشي برانكات قولوها لي في لي كومونتير. ياك عبد الله شي مفاجاه شي طوموبيله اخر موديل جي كلاس جبتي شي راسك على التاني لي هنايا. غنكون وصلنا نهاية لا فيديو، كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو خفيف ظريف في الدار. يلا بسلام عليكم.